معنا هاتفيا من اسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين، مرحبا بك. إذا الاعتصامات تعود إلى بيروت مجددا، كيف ترى الحراك الشعبي هذه المرة؟ طبعا هي لا تزال هذه الاعتصامات لا تزال في مقدمات يعني في بداياتها قدم لها التطور. هناك إجراءات تقشفية مفروضة على الحكومة اللبنانية أن تقوم بها، بالمقابل هناك موجة اعتراضات كبيرة لأن الناس في طبيعة الحال لن تسمح بسلب حقوقها التي اعتادت على أخذها، خاصة أن نحن كنا أمام مطالبات بحقوق إضافية، فإذا بنا نتفاجأ بأن هناك موجة تقشف كبيرة مطلوب من الحكومة اللبنانية أن تقوم بها، وبالتالي ربما نحن أمام بداية لتحركات شعبية وإن كانت غير منظمة، وأتوقع أنها لن تتمكن من التأثير على الأرض بشكل واسع، لكن سنرى الكثير من التحركات الشعبية والنقابية في الأيام المقبلة ردا على الإجراءات التقشفية للحكومة. بالفعل هذه الاعتصامات تضمنت أيضا ربما شرائح جديدة، إذا كنت تتفق معي، كيف ترى يعني أثر دخول المتقاعدين والمحاربين القدماء وحتى أساتذة الجامعات في خط هذه الأزمة؟ نعم، بطبيعة الحال نحن كنا نتكلم عن شريحة هي الجيش اللبناني الذي كان لديه امتيازات إضافية على اعتبار أن الجيش هو الضامن الأساسي للأمن وهو المؤسسة الوطنية الوحيدة المتبقية في هذا البلد، لكن حجم لبنان الصغير والجيش اللبناني عديده بالنسبة مقارنة بالنسبة كان هي نسبة عالية جدا، ميزانية الدفاع في لبنان عالية مقارنة بدول الجوار أو بالدول أو بالمقاييس العالمية، وبالتالي ربما الإجراءات التقشفية ستطال هذه المؤسسة الرئيسية والمركزية في البلد، وبالتالي سيفتح مجال أمام ربما حالات خطيرة تخشى الدولة حقيقة أن تتطور، بمعنى ألا تفتح مؤسسة الجيش اللبناني هي الملجأ الآمن لكثير من الشباب للانضمام إليها، وهذا شيء لا يريده أي شخص في لبنان بتقديري. كذلك انضمام الأساتذة الجامعيين المتعاقدين هو ايضا شريحه على ان ربما نحن نقول انه اعلى الطبقه الوسطى للاسف اصبح الان يعاني اقتصاديا، فكيف بباقي الطبقات في لبنان؟ هذا مؤشر على ان فعلا ان هناك قوة كبيره تتسع في لبنان بين الاغنياء والفقراء، هناك اضمحلال للطبقه الوسطى، الطبقه الاساسيه التي على اكتافها صنع لبنان على مدى عقود وصنعت سمعته وصورته واقتصاده. للاسف هذه الطبقه تضمحل سنه بعد سنه، يوم بعد يوم، نحو مزيد من الهوة الكبيرة ما بين الفقراء والأغنياء، وهذا خطر أساسي. للأسف الدولة لا تقوم منذ عقود بأي إجراءات حقيقية للمنع الدخول فيه. الآن خلافات الحكومة ما زالت مستمرة، إلى أي مدى ترى أن هذا الخلاف يتجاوز موضوع الموازنة إلى ما هو أبعد من ذلك بعد تكوين هذه الحكومة التي وصفها البعض بأنها ترقيعية؟ بصراحة أن لا تزال حتى الآن مبادرات القوى السياسية المشاركة في الحكومة هي نوع من المزايدات، يزايدون على بعضهم البعض، كل طرف يحاول أن يرمي المشكلة إلى خصومه ويقول أن خصومه سبب الفساد والهدر وما إلى هنالك. ليس هناك حتى اللحظة اعتراف حقيقي بالمشكلة الأساسية في لبنان. نعم، في لبنان هناك رواتب الموظفين الحكوميين هي مرتفعة مقارنة بمستوى الدخل الفرد على مقاييس عالمية، لكن بطبيعة الحال المشكلة في لبنان هو في الهدر الكبير وفي الفساد وفي هدر الموارد الضريبية. أظن لو وهذا ما يراه كثير من الناشطين أيضا وكثير من الهيئات المجتمع المدني، أنه لو تم ضبط الهدر المالي في إيجار المباني، لو تم ضبط الهدر المالي في الوظائف الخيالية غير الموجودة، لو تم ضبط الهدر المالي في التهرب الضريبي وكثير من هذه الأمور، أظن كان لبنان لن يصل إلى هذه الحالة من المخاطر الكبرى. الاقتصاد اللبناني يملك كل عوامل النجاح، لكن بطبيعة الحال يحتاج إلى حكومات تنظر بعين المسؤولية إلى ذلك. للأسف الحكومات والأحزاب السياسية اللبنانية والدولية لم تنظر بعين مسؤولية حقيقية ولم تعطي أولوية حقيقية للنمو اقتصادي حقيقي ينعكس على المواطن، وليس نمو اقتصادي بالأرقام لا ينعكس إلا في جيوب الطبقة الرأسمالية. كيف ترى رفض نبيه بري تسلم الموازنة إلا بعد وضع حلول حقيقية تقشفية؟ يعني كلام الرئيس بري أنه بتقدير أنه يأتي في إطار المزايدات، لأنه هو أصلا مشارك في الحكومة وهو جزء من الحكومة وهو جزء من منظومة
المنظومة الخاطئة التي لولا أن سمت كلمة الفساد، لكن هناك منظومة لا تصلح لأن تدير البلد في هذه اللحظة. نبيه بري وغيره كلهم جزء منها، كلهم شاركوا في الهدر والمستمر حتى اللحظة بأرقام خيالية لموارد الاقتصاد اللبناني. وبالتالي الموضوع لا يحتاج إلى تصريحات إعلامية، يحتاج فعلا إلى إجراءات حقيقية، إيقاف الهدر أولا، وبعد ذلك يبحث في إمكانية تخفيض رواتب الموظفين. إيقاف الهدر يتم عبر آلاف وعشرات آلاف الوظائف الوهمية التي تدخل لجيوب مقربين من جميع الأحزاب اللبنانية. هذا لو تم حله بتقديري، ولو تم حل مشكلة التهرب الضريبي ومشكلة التهرب ومشكلة تهريب البضاعة عبر مرفأ لبنان ومطار بيروت، أظن أن هذه الأمور سيمكن للدولة اللبنانية أن تتجاوز هذه الأزمة، بالإضافة إلى أنه مطلوب فعلا من لبنان أن يصلح علاقاته الخارجية وأن يعيد عجلة الحركة السياحية إليه، لأن لبنان يعتمد عليها بشكل رئيسي، وللأسف في السنوات الأخيرة تدور السياحة نتيجة الخلافات اللبنانية والخليجية لبنان خسر كثير من سوق السياحة. شكرا جزيلا لك. هاتفيا من اسطنبول، صحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين.